النهاردة توصيف الحال مهم، توصيف الوقت الحالي، والأهم إن ساعتك تعرف إيه اللي بيدبر له في الكواليس الآن اللي في بر مصر الفترة اللي جاية. ده في بعض السياسيين، بعض شخصيات الإعلامية اللي بيكون عندها مجموعة من المعلومات بتحاول توصلها للناس عن اليوم والغد. النهاردة احنا معنا رسالة دكتور أيمن نور كتبها، وجهها تحديدا إلى الحكومة والمعارضة وإلى النظام والسلطة والمعارضة على السواء، بيتكلم فيها عن وصف الحال، وأيضا يحذر فيها من مآلات الغد. تكلم فيها عن البرلمان الحالي المغشوش وما يدبر لبرلمان قادم أكثر غشا. بيتكلم على سيناريو الآن بينطبخ الآن، بيتعمل الآن واللي جاي. هي دكتور أيمن كتب زي ما كتب اليوم على إن زي ما عنوان هذه الرسالة رسالة للسلطة والمعارضة كفى غشا، بيقول شهدت مصر مهزلة تاريخية في الانتخابات البرلمانية السابقة المغشوشة بامتياز، لا يمكن أن تشهد مثلها إلا في مصر. المهزلة تمثلت في ترشيح أحزاب المعارضة المغشوشة على قوائم الموالاة المغشوشة، في جريمة غش جماعي ضحيتها شعب تنسب لإرادته زورا انتخابات مغشوشة مكتملة مواصفات وأركان جريمة الغش الجماعي. فمن أراد من الشعب انتخاب الموالاة ذهب صوته للمعارضة، ومن أراد العكس ذهب صوته على غير ما أراد. يعني توصيف هذه الانتخابات باقتدار بأنها انتخابات مغشوشة. النهاردة النداء زي ما الدكتور أيمن قال كفى غشا، فلا إصلاح سياسي حقيقي إذا ظلت الكيانات والقيادات والكائنات السياسية في مصر مجرد هجين مصنع بقرارات حكومية. الحديث عن إصلاحات للإنقاذ الاقتصاد الحقيقي في ظل حكومة سكرتارية لصاحبة مصطفى مدبولي وشركاه هو محض إضاعة للوقت والجهد. أحمد، عايز استكمل معاك يا دكتور عطوان ما جاء في هذه الرسالة، وهي رسالة للسلطة والمعارضة وكان عنوانها كفى غشا. بيستكمل الدكتور أيمن بيقول الحديث عن جولة جديدة من حوار وطني يغيب عنه الوطن بكل مكوناته هو محض إضاعة للوقت والجهد. نتابع باقي هذه الرسالة، يتحدث أيضا عن الحديث عن حفنة من الأحزاب والجبهات المخلقة الجديدة لتتقاسم مع بعضها هامش 35% من مقاعد البرلمان القادم هو محض إضاعة للوقت والجهد. أيضا قال لم أندهش من واقعة غش نائبة الوفد المغشوش، فهذا ليس الوفد الحقيقي الذي تأسس على مبدأ الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة، ولم أندهش من وجود ثلاثة من قادة الأحزاب المغشوشة سمح بخوضهم منافسة مغشوشة يتصدرون مشهد تلك الانتخابات الرئاسية. ويمكن ده كان ختام الرسالة اللي وجهها الدكتور أيمن نور للسلطة والمعارضة وقال لهم كفى غشا. أحمد، أنا خدت من هذه الرسالة حقيقة سطرين، واضح أن دكتور أيمن لديه معلومات أن هناك يجري خلق أحزاب وجبهات جديدة لخوض انتخابات أيضا شكلية لبرلمان قادم. تمام. والنسبة أيضا حددت تلت 35% تذهب لهذه الجبهات والأحزاب المخلقة والمصنعة. أيوة. من النظام. تمام. فيعني هل يعني يبدو هي دي كواليس المشهد؟ يعني دي كواليس المشهد السياسي اللي ممكن يتنبأ بها بعض السياسيين، انه هو شايف من خلال المعطيات اللي موجودة على الأرض ان الناس تتعطش لتغيير، فنحن الحكومة بقى لسان الحكومة يقول لك ايه او النظام، نحن من سنصنع هذا التغيير وهنصنعه بايدينا وعلى عينينا، وهنعمل برلمان تاني وهنغير لكم في الاشكال والمناظر والاسماء، لكن كل ده في الاخر احنا اللي بنتحكم فيه. هذا يعني ان في الوقت القريب القادم سوف يتم الاعلان عن جبهات جديده. ايوه. او احزاب جديده او تحالفات جديده، وساعتها هنعرف بالظبط اشاره الدكتور ايمن رايحه لمين. هيبان. اللي اتفق عليه هياخد نصف او تلت مقاعد مجلس النواب. اذا في النهايه هي فعلا عمليه مغشوشه يا احمد، او مصنعه او مهجنه على غير اراده الايه المصريين. نعم.